معرفش يا شباب جاهزين جاهزين شباب اللي ورا جاهزين ايوه جاهزين الموضوع ان احمد مرتضى منصور بعد ما قدروش يمسكوا على استاذ مرتضى منصور حاجه وطلع الحمد لله عايزين يدخلوا ابنه دلوقتي يجيبوا رجله بعد 6 شهور بس احمد مرتضى منصور شخصيه محترمه جدا جدا ومؤدب جدا وملوش اي ذنب واسألوا عن هالسبروت واسألوا عن هالسبروت العدالة مش هتموت العدالة مش هتموت العدالة مش هتموت العدالة مش هتموت العدالة لها رجالة العدالة لها رجالة العدالة لها رجالة العدالة لها رجالة العدالة في التابوت العدالة في التابوت واسألوا عن هالسبروت واسألوا عن هالسبروت عد تجاوزات قبل تمثلت في الاكل الصوت الصوت تمثلت في الاكل رفض اطلاعنا على التحريات جاله امين عام النقابه بطلب اطلاع رفض جاله وكيل السيد وكيل نقاب جيزه بطلب اطلاع رفض قدمنا اكتر من 21 طلب اطلاع رفض كنا حاولنا نستهدف قبل كده قرار الحبس اللي كان صادر ضد الاستاذ مرتضى منصور رفض وسمح لنا في اليوم الاخير في ورقه غير اقمنا دعوه رد ومخاصمه فبقوه القانون المفروض القضيه بتبعد عنه فوجئنا انه في اليوم التالي سموكه بشكوى كيديه قدمت الخميس الماضي فيها تم تصخير احد الاشخاص يتهم احمد مرتضى تم استدعاءه في ذات اليوم الساعه 1 وهما لا يجوز اولا القضيه دي قضيه وهميه ان عشان اتهم واحد بالتحريض يجب ان يكون هناك فاعل اصلي ومجني عليه مفيش هنا فين الفاعل الاصلي اللي تم تحريضه فين المجني عليه اللي انا حرضت على اللي هو ازلي او خط الصوار اضطرينا ان احنا نشتكي للسيد مشار محترم النائب العام السيد مشار محترم رئيس احكام السيام القاهره مشار السيد عبد العزيز عمر انما للاسف مفيش سمه اجراء القضيه دي هي قضيه اختصاص النيابه العامه هي اللي بتحقق في البدايه النيابه العامه هي اللي بتحقق فيها في البدايه وتم احالتها للسيد ارض احنا في نقطه انها ترجع مره ثانيه للنيابه العامه او للقضاء العسكري مش اكتر ولا اقل طلباتنا ان القضاء العسكري هو اللي فصل في القضيه دي قبل كده نامل انه يرجع للقضاء العسكري هو اللي يحاكم او اللي هو النيابه العامه لان دي هي سقط التهم اللي حققت في الواقع دي كلام مهم جدا لازم وخاصه ان عندها في تاريخ امن عام وتاريخ تخصص حتى انما بقى مش كل واحد على هوايه يجيبه واحبسه واديله 15 يوم لان احنا دخلنا كده في خصومه شخصيه وفي ليله موقعة الجمل شكرا من اللي كانوا